عاجل، أول تعليق من الحكومة المصرية على تحرك الجيش المصري على الحدود في رفح، ننشر التفاصيل. وعاجل من جديد، الحكومة المصرية تتحدث عن الخطوط الحمراء في ليبيا. وفي مفاجأة كبرى، الرئيس السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤول كبير عن عمله. وروسيا تفتح النار على جمهورية أفريقيا الوسطى بعد إصابة 10 جنود مصريين. ولأول مرة بيان عاجل من الجيش المصري، ننشر التفاصيل. وعاجل أحد أشهر الشيوخ في مصر يعلق على مطالب إيقافه عن الظهور. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، أول تعليق من الحكومة المصرية على تحرك الجيش المصري على الحدود في رفح. ووصف رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي تعديل الاتفاقية الأمنية مع الكيان الصهيوني، والتي تسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها في رفح، بأنه نصر للقيادة السياسية ومصر. واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الكيان الصهيوني في تعديل الاتفاقية الأمنية. وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للجيش المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي على ما يبذل من جهود غير مسبوقة في هذا الأمر. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعزز الثقة في الجيش المصري التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والجماعات المتطرفة. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هذا كان أول تعليق من الحكومة المصرية على التعديل الاتفاقية الأمنية مع الكيان الصهيوني. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى، الرئيس السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤول كبير عن عمله. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بفصل أحمد يوسف محمد علي معاون النيابة بالنيابة العامة عن عمله بغير الطريق التأديبي. وتضمنت من المادة الثانية الموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 2 نوفمبر 2021 إلزام وزير العدل بتنفيذ القرار باعتباره الجهة الإدارية المختصة. وبحسب قانون السلطة القضائية، فإن أعضاء النيابة العامة لا يمكن عزلهم دون إجراءات تأديبية، ويستثنى فقط معاون النيابة من تلك القرارات وفصله من عمله بغير الطريق التأديبي، كما أشار قرار رئيس الجمهورية سابقا. وحدد القانون النائب العام أو وزير العدل الحق في فصل معاون النيابة، لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعطي له الحق في فصله أو نقله إلى وظيفة غير قضائية. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل من جديد، الحكومة المصرية والرئاسة المصرية تتحدث عن الخطوط الحمراء في ليبيا. وعلق السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية. وقال راضي في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري إن القضية الليبية مرت بمسيرة طويلة من 2011 وحتى الآن، ومن فترة انتقالية لأخرى، ومن مؤتمر لآخر، ومن السخيرات لمؤتمر برلين 1 و2، ومرورا بإعلان القاهرة. وتابع هناك نقطة هامة تتصل بمشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس، وهي أن العام الحالي ومنذ إعلان الرئيس الخطوط الحمراء في ليبيا كان لها واقع مهم ودفعة قوية إيجابية من حيث استعادة الهدوء في ليبيا واستعادة التوازن الميداني هناك. واختتم حديثه قائلا: الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المقصود بها
تحرك من الشرق للغرب ومن المغرب للشرق، وهذا أدى إلى تثبيت الأوضاع واستعادة الهدوء لحد كبير جدا واستعادة التوازن في الموقف الميداني والعمليات على الأرض. كل هذه العوامل أدت لدفع العملية السياسية والوصول للاستحقاق الانتخابي الشهر المقبل. مصدر معنا كان من صحيفة RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصر كان لها دور قوي جدا في القضية الليبية واستقرار ليبيا، وكان لها دور في يعني الحد من الانتشار التركي أو الجماعات المرتزقة في ليبيا المدعومة من تركيا. ولولا أن الرئيس السيسي حط الخطوط الحمراء سيرة الجفرة لكان يعني تركيا والمرتزقة سيطروا على ليبيا، وهذا يرجع الفضل لربنا ثم يعني مصر وليبيا طبعا دولة شقيقة وصديقة. ربنا يحفظ الشعب الليبي وليبيا إن شاء الله من أي شر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وروسيا تفتح النار على جمهورية أفريقيا الوسطى بعد إصابة 10 جنود مصريين. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تهتم على أن يثمر التحقيق في الكشف عن أسباب الاعتداء المسلح على جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عاصمة إفريقيا الوسطى. وقال المتحدث باسم الوزارة ماريا زاخاروف: نلاحظ أن سلطات إفريقيا الوسطى أعلنت فورا عن استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع قيادة بعثة الأمم المتحدة في ملابسات الحادث كلها، ونهتم على أنه سيسمح بتحديد أسباب الواقعة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا. أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى بإطلاق النار على 10 من جنود حفظ السلام المصريين العزل من وحدة الشرطة التأسيسية المصرية التابعة لها، من بينهم 2 في حالة خطرة. أوضح البيان أن الجنود الأمميين كانوا في طريقهم إلى قاعدتهم في بانغي عندما تعرضت الحافلة لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير مسبق أو رد، رغم أن الجنود الأمميين لم يكونوا مسلحين. وقالت البعثة أن الحديث يدور على هجوم متعمد لا يوصف لا مبرر له. أضافت أن قيادتها شرعت قيادة البعثة وأعضاء الحكومة على الفور في الحوار من أجل فتح التحقيقات اللازمة من أجل استخلاص جميع النتائج القانونية لهذا الحدث. من جهتها قال متحدث باسم رئاسة إفريقيا الوسطى إن سبب الحادث يعود لاقتراب الشرطيين المصريين من المقر الرئاسي وقيامهم بتصويره دون الانصياع للإنذارات. المصدر معنا كان من صحيفة تاس وموقع الأمم المتحدة، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. وهذا كان تعليق روسيا على ما حدث للجنود المصريين في قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة UN. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ولأول مرة بيانا عاجلا من الجيش المصري، وأعلن الجيش المصري استضافة القوات الجوية منتدى رفيع المستوى لمناقشة دور القوات الجوية في التصدي للتهديدات للجماعات المتطرفة. وسيعقد المنتدى الافتتاحي للقوات الجوية في 28 من نوفمبر بدار القوات الجوية في القاهرة. وسيشهد الحدث الاستراتيجي حضورا لافتا من قبل كبار قادة القوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى خبراء عسكريين ورواد تكنولوجيا قوة جوية ووفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة. يعتبر هذا المنتدى الذي يستمر ليوم واحد فرصة كبيرة للتأكيد على امتلاك مصر قوات جوية متطورة ومحترفة في المنطقة. وفي هذا الأمر أكد قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي على أهمية استضافة مصر لذلك الحدث المهم. وضح: يمثل هذا المنتدى منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط، إفريقيا والبحر المتوسط. وعبر المنظمون على استعدادهم الكامل لتلك الفعالية، فصرح المدير الإداري الخاص بالشرق الأوسط توماس جوند: تمتلك مصر قوات جوية قوية للغاية وتعتبر واحدة من أكبر القوات الجوية في العالم. وسيعرض منتدى مصر الدولي للقوات الجوية الخبرات الفعلية في القطاع، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الجوهرية وأحدث المستجدات لمواصلة التقدم في قطاع الملاحة العسكرية في العالم.
يهدف منتدى مصر للقوات الجوية في الأساس إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين القوات الجوية الأقوى والأكبر في العالم لصياغة استراتيجيات فعالة ومستدامة ووضع الرؤى والتصورات لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في العالم. وعلاوة على ذلك، سوف يتضمن ذلك الحدث فرص تنظيم مناورات عسكرية واسعة النطاق بين القوات المتحالفة لمحاربة الجماعات المتطرفة حول العالم. وستتم إتاحة فرص أكثر للضيوف من قطاع الملاحة العامة ووفود شركات الصناعات العسكرية لحضور المنتدى. وسوف يشارك الحضور في مناقشات استراتيجية على مدار اليوم، بالإضافة إلى محادثات هامة عالية المستوى لوضع إطار فعلي لأولويات القطاع في السنوات القادمة. كما يستطيع المشاركون في المنتدى بعد ذلك حضور معرض مصر للصناعات العسكرية والدفاعية إيبكس المقرر يوم 29 من نوفمبر 2021 في القاهرة. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد. نتمنى إن شاء الله الخير للجيش المصري العظيم ولشعب مصر العظيم. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أحد أشهر الشيوخ في مصر يعلق على مطالب إيقافه عن الظهور. قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة إن البلاغ المقدم ضده إلى وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام والذي طلب بمنع ظهوره على وسائل الإعلام لا يستحق عناء الرد. وأضاف الأستاذ أحمد: أنا أستاذ جامعي، لدي أسانيدي العلمية التي تؤكد صحة ما أقول، والفكر يجابه بالفكر لا بالبلاغات، وأنا لن أدخل في مهاترات للرد، مؤكدا أن ما أدلي به من تصريحات مبني على آراء علمية والدستور يكفل حرية الرأي. وكان المحامي المصري هاني سامح قد تقدم بطلب إلى رئاسة الوزراء ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للإعلام للمطالبة بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على شاشات القنوات التلفزيونية. وبحسب المحامي فقد اتهم أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف بالتحريض ضد قانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل مخالف، والتحريض عليها والإفتاء بحرمة نقل الأعضاء من الأموات أو نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشرفين على الموت. كما طالب في بلاغه لوزير الأوقاف بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطاب والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيص بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وبالمناسبة يعني قولونا رأيكم في حرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشرفين على الموت، هل هذا يصح أم لا؟ وأترك لحضراتكم التعليق ومنكم يعني نستفيد، عاوز أعرف رأيكم في هذا الأمر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي بنفس الاسم على الفيسبوك وعلى يوتيوب. أتشرف بمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.